كشف مستعجل وما فيش عندنا شيء متأجل. كونسولتو 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 كونسولتو. اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين في حلقة مميزة ومعلومات جديدة من برنامج كونسولتو تيلي ميديسن مع السيد الدكتور استاذ السكر والغدد الصماء الدكتور محمد سعد حامد. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا اهلا استاذ حسام. النهارده ان شاء الله زي ما قلت لي قبل الحلقة ان احنا هنتكلم ونعرف القدم السكري. هو يمكن لفظ هو شائع ما بين مرضى السكر على فكرة، القدم السكري اللي هو ما تحدث للقدمين في مرضى السكر، يعني تعرفها حضرتك أي حاجة تحدث في القدمين نتيجة كمضاعفة من مضاعفات مرضى السكر. وللأسف يعني القدمين يعتبروا أهم شيء في الحياة، يعني وانت حضرتك جينا نتكلم القدمين ما قيمتهم أو ما قيمتهما هتجدهم أهم من البصر، تخيل، يعني أهم من النظر، لأن النظر اللي ربنا سبحانه وتعالى طبعا ربنا يمين علينا بجميع معطياته ومنه علينا، ولكن رغم أهمية البصر فممكن حد يساعد الغير مبصر وده يخش الحمام ويعمل حاجاته. أما في حالة وجود عدم القدمين دول بيخلوا الإنسان قعيد، مشكلة سواء حتى موجودين أو مش موجودين، يعني حتى لو موجودين وهم ما بيشروهوش أو ما بيشتغلوش صح او الكلام ده كله، فهي بيخليه قعيد لا يعرف يخرج ولا يخرج ولا يجي، فبالتالي بيبقى مدى رؤيته للاشياء بتنحسر داخل منزله داخل اوضته حتى احيانا او داخل سريره. أكيد. فبالتالي القدمين تعتبر هو دول اللي شايليننا من على الارض وبيحركونا في الكون. السكر للاسف الشديد يعني هو المرض الوحيد الذي يصيب القدمين في مقتل، لان القدمين بيتغذوا بحاجتين مهمين قوي ألا وهو التغذية الدموية والتغذية العصبية. التغذية الدموية يعني هي للشرايين والأوردة والكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية اللي بتوصل الدم، يعني سيادتك الدم بيجي حضرتك في أكسجين وفي أكل وفي الكلام ده كله، ففي شريان رايح للرجلين ده المدخل الدم اللي رايح ووريد راجع، وخلال هذه الفترة بين الوريد والشريان في شعيرات دموية أقل من الشعرة، وكلمة شعيرة دموية يعني كل شعيرة حواليها خلايا، مفيش خلية مش راكبة على شعيرة دموية، زي كده البيت لازم له شارع، صح. الشارع هي الشعيرة الدموية، مفيش مدخل. بيت من غير مدخل. يبقى إذن بلايين الخلايا اللي موجودة في جسمنا كل خلية لازم قدامها يعني المدخل بتاعها او الشباك بتاعها هو الشعيرة الدموية، من غير الشعيرة الدموية دي الخلية دي تموت زي ما يكون الباب اتقفل تموت، صح. فدي بتمثل للخلية هي الحياة. السكر بيؤثر في هذه الشعيرات الدموية للأسف، يعني بيقفل الشعيرات الدموية نفسها وبيقفلها بطرق متعددة، يعني ممكن تتقفل في المنفذ الرئيسي بتاع الشارع الكبير قوي اللي هو الشريان اللي جاي، فالتالي وبالتالي الدم اللي رايح لهذه الشعيرات الدموية مجتمعة او للخلايا مش كافي، من هنا يحصل المشكلة اللي هو القرح والتقرحات وما الى ذلك اللي هنقول نتكلم عنها. هناك اخرى في تغذية تانية الناس ما بتاخدش بالها منها وربما يكون الاطباء كمان، التغذية العصبية، ان حضرتك لو انا جبت الرجلين دول ووصلت لهم دم كويس وحصل ان العصب اللي بيغذيها العصب ده سيادتك بيخرج من العمود الفقري بيبقى لونه عامل زي الستان، يعني لونه البيرلي وايت كده اللي هو لؤلؤ لؤلؤي او الستان، فستان الستان اللي اوف وايت دلوقتي بقى يدلعوه اللي احنا كنا نقول عليه سمني زمان، سمني اللي هو اوف وايت، وله بريق زي الستان وهو عامل زي الخيوط حجمها بيبقى من الحبل الرفيع الى يبقى مثلا حضرتك رفيع جدا زي الخيط اللي بنخاط بيه القمصان يصل لهذه الدرجة، وبيطلع اساسه من المخ، في ومضات كهربائية شغالة ليل ونهار
ماشية مع هذه الأعصاب بتتصل جاية من المخ ومن العمود الفقري أو الحبل كده لكل خلية في الجسم. هذه النبضة الكهربائية هي اللي بتخلي الخلية فيها النبض بتاعها، يعني هي قلب الخلية. يبقى احنا اتكلمنا على شارع الخلية، المنفذ، الهواء اللي يدخل لها والأكل وكده، واتكلمنا على قلب الخلية، لا قلب، عن طريق النبضة اللي بتيجي الكهربائية. ودي يا أستاذ حسام تلاقيها موجودة بين قوي في الناس، الولاد اللي بيجي لهم شلل أطفال. شلل أطفال الحمد لله بقى مش موجود في مصر بقاله 10-15 سنة، لكن الناس حتى القدام اللي عندهم شلل أطفال تلاقي الرجل اللي أصيبت بشلل الأطفال، طبعا ده مرض أطفال، بتبقى ضامرة عن الرجل التانية، مع ان القدم دي اللي جالها شلل أطفال. شلل أطفال يعني ايه؟ يعني العصب الذي يغذي الرجل حصل له براريسز، يعني ضمور ما بقاش يشتغل. يعني الومضات الكهربائية التي تصل من المخ الى القدم ما بقتش تيجي، مش شغالة. هي الحقيقة الساق مش القدم. فتلاقي الساق كلها اللي هو الفخذ والركبة والقدم والعصبة والقدم صغيرين على الناحية التانية. طب صغيرين ليه؟ مع ان هنا الشريان ماشي عادي على فكرة، والتغذية الدموية مية مية، ما فيهاش مشكلة، القلب شغال والشريان شغال والوريد شغال والشعيرات الدموية شغالة، لان هنا قلب الخلية قد ضمر نتيجة لعدم وجود وجود النبضات الكهربائية دي، هي الحيوية، واخد بال سيادتك. فمن هنا كانت التغذية العصبية مهمة زي التغذية الدموية. للأسف المر يعني مثلا قلنا شلل الأطفال دلوقتي بيأثر على الأعصاب، ملوش دعوه بالدم، تمام. في اوراد امراض تانية بتؤثر على الدم، واخبار حضرتك زي التهاب الاورده والتهاب الشرايين ومش عارف ايه. المرض الوحيد اللي يؤثر على الاثنين هو السكر، يؤثر على الاعصاب ويؤثر على الترويه الدمويه. فالترويه العصبيه والترويه الدمويه لهذه الخلايا وللساقين بقى، لانه بياخد الاثنين، بيحصل لهم بيتاثروا بالسلب. طب ناخد اتصال. اتفضل يا فندم. السلام عليكم استاذ صلاح. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل يا استاذ صلاح. انا عايز اقول له انا عندي السكر وعايز اقي نفسي من القدم السكري. عايز ايه؟ وبعدين الدواء بتاع السكر مش قال مش منتظم فيه. عنده ضغط نفسي من القدم السكري. اللي رجليك فيها ايه يا استاذ صلاح؟ لا هو انا بالظبط انا عندي السكر عالي وباخد ديماترون وكوبال بساعتك، وانا عايز خايف من القدم السكري، اعمل نفسي عشان اكل نفسي منه. حاضر يا فندم، ده هنقولها ان شاء الله في الحلقه. حاضر، هنتكلم عنها. متشكرين يا دكتور. طيب في اي سؤال تاني؟ شكرا يا فندم. شكرا استاذ صلاح. اتفضل يا دكتور. هو ان شاء الله هيجي، لان في السياق لازم هنتكلم على الوقايه والعلاج ان شاء الله. ان شاء الله. فحضرتك الاثنين دول بيتأثروا. طيب التأثر ده بيبدأ امتى؟ وهي دي النقطة المهمة. قد يبدأ ما قبل اكتشاف السكر. لسه السكر ما وصلش. لان احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة ان السكر ده مش هو العنوان الرئيسي للمرض، ولكن سمي بطريقة خاطئة مرض سكر، اما كان بيتأخروا في تشخيصه زمان وقال لك سكر ليه، وحد يقول له عندك سكر؟ طب ما كل الناس عايزه يبقى عندها سكر، حد يطول يقول له انت مسكر؟ يعني مش المفروض ورم مرض يوسم بهذا الوسم اللي هو سكر دي؟ واتفقنا زمان كانوا بيقولوا كده ليه؟ لان كانت في تحليلات، انا بتكلم طبعا من 70-80 سنه، وكان ما يتبول المريض يلاقوا النمل ما كانش حمرحيد طبعا، حتى اوروبا، ما انت في اوروبا وعارف يعني مسكر شويه، النمل لقوه بيروح على السكر، على البول، واخد بالك؟ لدرجه بقى المرضى عشان يشخص نفسه يدوق البول بتاعه، لو قام سكر يبقى طلع قال لك ده مرض السكر. ولكن ان انا استنى لحد معدلات السكر ما تزيد في الدم وتنزل في البول، ده يكون السكر بقاله 10 سنين او مستوياته وصلت 200 و170 و180 وما الى ذلك. فبالتالي انا مش المفروض انتظر لا ارتفاع السكر في البول ولا ارتفاع السكر في الدم، يعني المرض اساسا مكتوب غلط،
وما زال العالم، ويمكن برضو انا اتكلمت في الكلام ده من حوالي 10 15 سنه، العالم ما زال ماشي على هذا ما وجدنا عليه اباءنا. مفيش حد عنده القدره، مش عارف، لازم تطلع من الغرب طبعا، انه احنا نغير هذا المسمى، لان المرض ليس سكر. المرض هناك هو اضطراب في العمليات الحيوية في جسم الانسان، بتؤدي الى مجموعة يعني مجموعة اضطرابات داخل الجسم والخلايا وما الى ذلك، ومن احداها السكر. يعني الاضطرابات يا دكتور اقوى من تؤدي الى السكر. يعني حضرتك، لا تاني كويس انك حضرتك بتذكرني. هو القصة اللي بيحصل ان انت حضرتك وانت قاعد قدامي وانا وكل الناس، في هناك موازنات داخل الجسم زي السياسة كده، واخد بال حضرتك؟ الموازنات دي حضرتك في تفاعلات، مش تفاعل واحد، وكلها شبكة، ممكن يكون مثلا 50,000 تفاعل، وال50,000 تفاعل دول مرتبطين ببعض، يا اما مرتبطين بالجنب يعني كلهم بيشتغلوا مع بعض، او مترتبين على بعض. فهذه الموائمات او السياسات او المداخلات لو حصلوا هم ماشيين جنب بعض وواحد وقع منهم هيأثر على الباقي كله اكيد، او لو هو مترتبين على اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها، يبقى اللي وقع قبلها هيأثر على فيما بعدها، وبالتالي هناك خلل ما، ما فيش مجال نقول عليه، بيحصل داخل الجسم يؤثر بالسلب في حوالي 30-40 وظيفة. بيبان عندنا واحدة من الثلاثين أربعين دول ارتفاع السكر. يبقى السكر حضرتك، أنا عايز النقطة دي تستوضح قوي، الناس مش فاهمينها ولا بعض الدكاترة حتى. أكيد، تفضل. إن السكر ده عبارة عن عرض موجود ضمن أعراض أخرى، مش هو، مش لازم يكون هو السبب 100%. مش هو الأساس. مش هو الأساس. يعني ولذلك عملية ضبط السكر، إحنا مش بنضبط السكر في حد ذاته، احنا بنحاول نظبط اللي خلى السكر يعلى، وهو ده المفروض يكون النجاح. لكن طول ما انت بتحط عينك على السكر بس وتظبطه، لا شك هيكون له تأثير ايجابي، ولكن ليس له تأثير ايجابي قاطع، لازم تظبيط اللي حواليه. هي وهو ده العلم. يعني حينما نصل ان يكون تعالج اساس المرض وجذور المرض ومسببات المرض، مش هتلاقي ان انت بتبص للسكر ده خالص. انت هتاخد السكر ده حضرتك بنسميه احنا كبارامتر، يعني كجايد، يعني كأمارة. زي يا دكتور كده لما الواحد بيخش عيادة واول حاجة اقول له طب قيس الضغط، ومنها يبتدي. لا، هو برضو الضغط هو نفس القصة تقريبا، ولكن احنا بنعالج، لا قول بيقيس الحرارة، او قيس الحرارة. الحرارة عالية ما شخصناش حاجة، يعني في 100 واحد عندهم حرارة عالية، في بعضها عنده فيروس، واحد تاني عنده ميكروب، واحد تاني عنده المناعة بايظة، واحد تالت عنده فشل كلوي مثلا وحصل له مشكلة تانية إلى فوقها، في واحد عنده مثلا تكسر في كرات الدم الحمراء. يعني إذن الحرارة هنا مش معناها إن في ميكروب، صح؟ ممكن تكسير كرات الدم الحمراء يزود الحرارة، اللي هو الهيموليسيس، مش عارف بيبقى بالعربي، يعني هو تكسير كده مالوش غير ده، واخبار حضرتك. ممكن لو واحد مثلا حصل له بعد العملية يسخن، ده تفاعلات عشان الجرح، ومش الجرح مش لازم يكون فيه التهاب. فبالتالي الحرارة هنا بتبين وراها 50 سبب. السكر هنا هو علامة لعيب دفين حصل جوه الجسم بوظ حاجات كتير، احداها السكر عالي. وبالتالي لما نقول ان القدم السكري بتبدأ قبل ان السكر يحصل، يبقى هذا كلام منطقي، لان ارتفاعات السكر قد تتأخر 5-6 سنين عن الظهور رغم ان السكر بادئ. معلش يا دكتور، بس يعني بيبقى في قدم سكري من قبل ما السكر ربما يكون الإنسان موجود. بس هنا بقى القدم السكري في هذه الحالة يا استاذ اسامة، احنا قلنا ايه في بداية التعريف بتاعها؟ الخلل الذي يحدث في القدمين نتيجة لمرض السكر، لمرض السكر مش ارتفاع السكر. وقلنا مرض السكر اسم غلط، نسميه للمرض الاصلي يا سيدي مبدئيا، على ما نشوف له اسم انا وانت، واخبار حضرتك. ده بيحصل من اليوم الاول، لان حصل هناك وعكة
او اضطراب داخلي ومستمر يفضل ماشي عمال يكسر في حاجات كتير، احداها السكر بيرتفع. طبعا السكر عشان يرتفع بيأثر احيانا على خلايا بتاعت البنكرياس، ده موضوع طويل. لكن حينما يبدأ السكر يعلى، واخد بال حضرتك يعني النهارده بيعلى السكر اهو، تفتكر قد ايه من الخلايا التي تفرض الانسولين بتكون ماتت؟ المفروض 10% ممكن او 15%، لا بيكون 50% من الخلايا ماتت. يا ساتر، نصها نصها. قال طب احنا كنا فين يعني؟ كان في المدة دي يعني خلايا البنكرياس بالتأكيد ما ماتتش النهاردة، لان عكس الاطفال بتوع الاطفال اللي هو النوع الاول 99% بيموتوا خلال ساعة من الخلايا، بينما البني ادمين الكبار اللي هو في سننا وما اصغر من ذلك يعني بعد ال 25 او ال 30 ده الخلايا دي بتموت على سنين. فانت حضرتك فقط المريض فقد 10% من الخلايا وسكره الصايم 90. طب في الحاله ده يا دكتور يعني ممكن يوصل ان هو يفقد 50% ومش حاسس بحاجه، ولا أيوة. بيبقى في عنده احساس لشيء؟ قبل الفتره دي جميله قوي، احنا قلنا قبل ال 50% عاده السكر بيكون طبيعي مفيش مشاكل، ولكن السكر حسن بدليل ان البنكرياس احد الخلل اللي حصل فيه ما بقاش يطلع انسولين كافي. صح، واخد بالك؟ سؤالك الذكي الجميل ان هل هو مش حاسس بحاجه؟ لا هو بيحس، بس لا هو ولا الدكتور بياخدوا بالهم. ليه؟ لانه بيحلل سكر، يعني يقول له الدكتور اعمل لي سكر صايم، اعمل لي سكر بعد الاكل بساعتين، يطلعوا طبيعي، مش هيخش جوه التحليل اللي احنا بنعملها. احنا بنعمل تحليل تانية مستفيضه، لا 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 الافات من الجنيهات عشان تلحق المرحلة دي. ولذلك السؤال اللي حضرتك يعني في محله قوي. طب هو بيشعر بإيه المريض؟ أولا زملاتنا، ودي حاجة كويسة جدا، ولادنا الصغيرين كويس انه يعمل سكر صايم بعد الأكل ساعتين، مش بقول تتمنع، حتى الممتد المفعول موافقين عليه تماما، ولكن مش دي اللي بتشخص السكر في بداياته. اللي هم لا تشخص السكر الا بعد 50% من الخلايا المنتجه للانسولين بتكون تدهورت. لكن في هناك فحوصات اتكلمنا عليها قبل كده، اللي فحوصات الديناميكيه اللي بنحط المريض في مواقف متغيره، او جسم المريض يعني، او جهاز المريض او اجهزه المريض في مواقف مغايره ومتغيره تحت ظروف عاديه وغير عاديه، لنستخلص منها كفاءات البنكرياس وكفاءات الانسولين وكفاءات تعامل الجسم مع الانسولين خلال مراحله العاديه في الحياه. يعني دي دلوقتي كل الفحوصات كده على فكره بنسميها ستريس تيست، او يعني مانوفرز بتتعمل. حكايه خد عينه وامشي ما تتلغيش، بس هتشخص المريض امتى؟ اما يكون 50% من خلايا البنكرياس ماتت يبقى متاخر، و 99% من المضاعفات بدات بقى سنتين ثلاثه. ناخد تليفون دكتور. استاذه دينا، استاذه زينب. السلام عليكم يا استاذه زينب. السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اسال الدكتور، هو طيب دلوقتي انا عملت سكر صايم طلع 102 وسكر فاطر 136، طيب بس بعدين هو بيعلى يعني، بس انا بضيفه على طول، بس ساعات بلقاه فوق ال 190 فوق ال 200 وانا مش باخد علاج، ساعات بيبقى نازل. يعني انا دلوقتي جبت تراكمي طلع 46. 6.4 من 10. 6.4 أيوة. من 10 مش كده؟ ايوه. طيب حضرتك سنك كام سنه؟ 35. وزنك قد ايه؟ 69. حضرتك وخسيت الفترة اللي فاتت بالرجيم ولا من غير رجيم؟ أنا عرفت إن سكري عالي لما جسمي نزل مرة واحدة، يعني بس كنت أنا 80. طيب هو نزل كده جسمي خس من غير أي حاجة، من غير دايت ولا حاجة. طب دلوقتي بتعملي دايت طبعا. أنا بص أنا وزني ثابت مش بيزيد. لا أنا ما أنا فاهم، أنت يعني أنت بتاكلي عادي دلوقتي؟ باكل كل حاجه، انا مش عامله اي حاجه. وسكرك بالشكل ده؟ ايوه. طيب السكر عما جالك كان من كام سنه حضرتك؟ ليه سنتين. اما خسيتي ده كتير، ده كان من سنتين. كان في حاجه سبقت هذا الموضوع؟ يعني مثلا حاجه نفسيه، زعلانه قوي، حصل مرض معين، بتاخدي كورتيزون؟
لا هو ممكن يكون انا كنت زعلت مره، او ممكن يكون شربت ان انا مياه غازيه، قعدت يوم مثلا شربت فيه يوم كتير خالص خالص. شربت ايه؟ قولي عيدي تاني يا استاذه زينب، معلش الصوت بس مش سامعينه كويس، علي صوتك شويه. اليوم ده مثلا ممكن يكون يوم انا بشرب مياه غازيه كتير، فممكن يكون يوم مش باكل. بتشربي مياه غازيه كتير؟ لا لا. طب خلاص يا فندم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ماشي، شكرا يا استاذه زينب. هو الاجابه على الاجابه على مدام زينب قدامها حاجه من اتنين، يا اما هي زي ما اتكلمنا قبل كده بتمشي على الطريقه الافتراضيه، وافتراضيا حالتها دلوقتي مش وحشه، لان السكر الصايم هي لي كام بيه؟ 136. لا ده الفاطر. و 190 هي يعني كده الصايم 136؟ لا اظن الصايم اقل من كده، اللي بعد الاكل هو 136. هي بتقول مره كان 196، هي لخبطتك انا عارف. لكن هو اعتقد الصايم تقريبا كان 90 100 وحاجه صغيره كده، والفاطر 136. الاثنين دول يعتبروا يعني في المستويات المقبوله، ولكن وزن الجسم اللي ما بيزيدش رغم انها بتاكل ده يخوف، ان معنى ان مفيش يعني، بس دي مش هيبينها غير تحليلات متقدمه. اخبار حضرتك يعني ممكن الناس يفرح. عايز اقول لك سر يا استاذ اسامه. اتفضل يا دكتور. العيان اللي بيعمل ريجيم ويخس بسرعه يبقى قابل للسكر. يا والعيان اللي هو ما يخسش بسرعه يبقى صعب انه يبقى عنده سكر. يعني اللي بيخس ببطء احسن من اللي بيخس بسرعه. اللي بيخس بسرعه. اللي بيخس، ما انا هقول ليه بقى؟ لان الانسولين هو البنا، هو عامل البناء الاكبر في الجسم، فالناس اللي عندهم رغض من الانسولين، واخد بال سيادتك؟ تمام. كل اكل ياكلوه بيتحط في جسمهم، ما بيتحرقش. كلمه هنا ما بيتحرقش يعني لا يستفاد منه، سيبك من حكايه الحرق دي، ده نصب. تمام. ما في اكل هيستفاد منه واكل لا يستفاد منه. الاستفاده من الاكل عن طريق الانسولين لازم، فالانسولين بيكون في رغد من الانسولين بيبني الجسم. يقول لك انا باكل وبتخن، انا باكل وبتخن. طبعا التخن ده عاوزين نشوف تخن صحي، يعني جسمه بيزيد صحيا ولا مش صحي، دي النقطه المهمه. عنده مشكله. نمره اتنين، الناس اللي بيخسوا بسرعه ده معناه ان هو وقف الاكل، الانسولين مفيش رغد عنده، فاول ما يوقف الاكل يكون هيخن، يبدا حضرتك الجسم يسلي بسرعه ويخس بسرعه. حتى هي بتاكل دلوقتي لو انت خدت بالك ووزنها واقف على حاجه و60 بعد ما كانت 80، من 80 ل 60. ولذلك بتاكل ما بيزيدش. انا اخشى ان يكون القرايات دي اتحطت في وقت معين وادتني انطباع خاطئ، وده الدكتور لازم. الطب عمره بقى كمبيوتر يا فندم، يعني شوف هي بتكلمني مخ دخل في ايه، ممكن يكون هذه القراءات خاطئه مش هصدقها، لازم اعمل فحوصات العاليه قوي. يعني اهم حاجه لازم الفحوصات قبل كل شيء. لا هي هنا تعيد تاني مره واثنين وثلاثه السكر السام بعد الاكل بساعتين، واخد بال سيادتك؟ وبعدين لو طلعت هذه كده لازم اعمل فحوصات مهمه، لان هنا هو هي يبقى عندها سكر بس منتظم. تمام. ما اتصلت. اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا استاذه وفاء. وعليكم السلام. ممكن اسال الدكتوره؟ اتفضلي الدكتور معاك. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. انا عندي سكر من يجي 4 سنين كده، كان جالي سكر حمل وبعد كده ما راحش. بس هو دلوقتي عامل لي مضاعفات ايديا على طول، بتحرقني وبتنمل، وقالوا لي ان ده مضاعفات السكر. هل في الفتره دي يعني يلحق يعمل التهاب للاطراف العصبيه كده؟ الرجلين ما فيهاش حاجه؟ لا الرجلين فيها تنميل بس مش حرقان، الحرقان في ايديا. الكف الكفين؟ الكف الايد ده بيبقى حرقان زي ما يكون عليها ميه سخنه. انت دارسه ايه؟ انا معايا بكالوريوس تمريض. طيب كويس، انت فهماني. اسمك ايه؟ اسمي وفاء. يا وفاء، سنك كام سنه؟ انا سني 40 سنه. طيب يا وفاء، بتمارسي التمريض ولا بطلتي؟ لا بمارس. جميل. احنا هنا يا وفاء خايفين لحاجه اسمها كاربال تانل سندروم. عارفاها اللي هي ايه؟ عارفاها؟ عارفاها. برافو عليكي. ليكون هناك اختناق في الميديا النيرف اللي هو العصب الاساسي اللي بيخش الايدين من تحت المنطقه دي زي ما انت عارفه. هتعرفيها ازاي؟ ان يبقى طرف ايدك اللي هو ده اللي الشاشه مبينه بالتاكيد، انا طالع عشان هو عشان الاسم محطوط الطرف هنا، دي ما فيهاش تنميل.
لو دي ما فيهاش ترميل الجنب اللي هو ده ما فيهوش ترميل بتاع الايد، يبقى ده الكربلطان اللي احنا اتفقنا عليه، يبقى الايد العصب مخنوق تحت الايد. لكن لو الايد كلها فيها التنميل والخدلان والسخونه والماء النار اللي انت بتقولي عليها، يبقى ده مع السكر بتاعنا. ايهما بقى تقدر تجاوبي دلوقتي ولا تفكري وتستعيني بصديق؟ الكف بس. الكف كله؟ الكف كله بس. طيب ايديا كلها لا، مفيش تنميل، اللي هو في الكف التنميل بسيط بس. لا ما هو الكف يا وفاء، الكف مش متاخد كله غير في حاله السكر، لكن في حاله الميديا النيرف اللي هو كاربلطان اللي انت فاهماه انا عشان تبقى ممرضه، يبقى في منطقه ما بيبقاش فيها اللي انا بوريها لك لسه على الكاميرا اهي. دي فيها ولا ما فيهاش الحته دي؟ هي في منطقه واحده، لا مش في المنطقه الثانيه. واخده كل واخده الايد كلها كده؟ واي خبطه في الايد بحس بلسعه كهرباء. طيب هتعملي يا وفاء حاجه اسمها فحص فحص كهربي لاعصاب الكفين. وكلمينا ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. شكرا شكرا استاذ وفاء. ناخد استاذ ابراهيم. السلام عليكم استاذ ابراهيم. صبري يا فندم. الو، اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ ابراهيم. صبري يا فندم. صبري. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، رد يا استاذ. لو سمحت اتفضل. انا بس عندي بنت عندها سكر، جاي عندها 4 سنين بقى لها 4 سنين. السكر عندها بقاله قد ايه يا اخي؟ يا هي في الحضانه عندها 4 سنين، عمرها 4 سنين. لا هي عمرها 4 سنين مش كده؟ لا هي عندها حاجه في الوقت 13 سنه. ايه السكر بقاله سنه؟ لا هي عمرها هي اربع سنوات. اوكي بس السكر معاها بقاله 10 سنين جاي في الحضانه. السكر بقى له ايه تاني؟ وضح الكلام بس. السكر بقى له 10 سنين معاها. 10 سنين. السكر بقى له 10 سنين عندها. وهي سنها كام سنه؟ سنها كام سنه بقى؟ وهي عندها 4 سنين. خلاص 14. ايوه يا فندم 14 ماشي خلاص تمام. السكر ده اللي عالي وقت الهرمونيه عندهم 500 يا فندم، لحد الجهاز ده بيجي رقم خالص بعد 500 600. طب يا حبيبي وزنها قد ايه؟ يعني حوالي 30 32. مش لا يعني تخينه ولا رفيعه؟ 36. لا رفيعه يا فندم، هي رفيعه مش طويله قوي برضه. لا يعني هي رفيعه اقل من يعني جسمها ارفع من اخواتها وكده. هي في غلبات غنيه بس لوحدها مش غيرها. والسكر 500. بتاخد انسولين طبعا. ثلاث انواع يا فندم، ثلاث مرات بتاخد الصبح. لا لا كميه الانسولين اللي في اليوم كلها على بعضها كام؟ بتاخد 60. 60 وحده. وزنها قول 35 كيلو. بتاخد ساعتين اللي هو قبل الليل. نعم؟ بتاخد ساعتين في الليل اللي هو اللي بياخد 20 اللي هو مش مهم، انا مش عاوز تفاصيل. هم 60 وحدة انسولين في اليوم وسكرها 500. ألف سلامة عليك، شكرا جزيلا. شكرا شكرا، الدكتور هيرد عليك. هي دي من الحالات اللي هي بتبقى يعني صعبة شوية. ليه؟ احنا انت بتفتكر الحاجات اللي احنا بنقولها سوا سوا ولا لا؟ طبعا. طيب اتفضل. احنا امتحنك ده قبل الحلقه ولا بعد الحلقه ولا في الحلقه؟ دلوقتي. لا اللي قبل الحلقه. قلنا كميه الانسولين اللي عايزها الانسان البالغ قد ايه في اليوم؟ اللي جسمه بيفرزها وانت قاعد مكاني هنا المره اللي فاتت. 40 40 40 50. طب دي طفله، احنا طبعا البالغ سنه 70 وزنه 70 80 كيلو وبيعايز 40، يعني تقريبا الكيلو له 7 من 10 وحده. تمام. دلوقتي هي بتاخد حضرتك 60 وحده ووزنها حوالي 30 35، يعني الكيلو بتاخد وحدتين بتاعها. واصل ماشيه معايا؟ تمام. يعني هي بتاخد انسولين اكتر من اللي اي واحد تاني محتاجه. يعني المفروض يخلي سكرها مش 100، المفروض يخلي سكرها 50 اقل. طب ليه السكر 500؟ يعني 5 أضعاف الطبيعي. واخد بال سيادتك؟ هنا لازم عاوزين فحوصات مهمه جدا. نشوف ممانعة الجسم لعمل الانسولين ونشوف طب ده دكتور، هل دي يعني خطأ من الدكتور اللي هم بيروحوا له ما بيعملش فحوصات صح؟ لا هو بس برضه المريض ما عندوش الخبرة بس ما تجيش على اطباء. ممكن طبعا الطب ده مهنة والطب في مكلف أكيد. يعني ده منظومات، يعني زي اي موضوع في الدنيا يعني. تمام. واخبار حضرتك، فممكن ان الاب او ما مش الاب يعني العيله ما معهاش امكانيات، في تقصير من حته معينه، في جميع لك صح. تقصير في منطقه معينه مش مكانها دلوقتي نتكلم فيها. ماشي. طب احنا نقدر نعمل ايه؟ لو احنا معانا فلوس نقدر احنا نعملها بره ونظبط، ما كانش انا نقول يخش مستشفى
حكومه حكوميه على وتقعد لها اسبوع 15 يوم والولاد يقدروا يشتغلوا. نهايه الموضوع ان محدش يهمل. لا بس في مستويات في معلش برضه في مستويات في علاج السكر يعني في مستويات بتشتغل على مستوى الكتاب. طيب ودي مصيبه مش عارف يحلوها برضه. ماشي ناخد فضل. ناخد مدام. سلام عليكم. سلام عليكم يا استاذه مي. مدام مي سلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام عليكم وبركاته. اتفضلي الدكتور سامعك اهو. بشكر الدكتور وبشكر حضرتك وبشكر البرنامج الجميل ده. الو هي بتشكرك على البرنامج الجميل ده. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. اتفضلي اتفضلي سؤالك. ربنا يخلي حضرتك. انا يا دكتور مريضة سكر وضغط وغده. مريضة الصوت فيه ايه يا جماعه؟ انا والاستاذ حسام مش عارفين نسمع. سكر وضغط وغده. الف سلامه. مريضة سكر. سكر باخد انسولين. ايوه. وضغط وعندي ضغط وغده كسلانه. طيب يا استاذه مي استاذه مي ممكن توطي التلفزيون شويه بس عشان الصوت يبقى واضح وتكلمي من التليفون لو سمحتي. ايوه اتفضلي. ايوه كده اوضح. بعمل عمليات حقن ينا في عينيك. اتفضلي اتفضلي. وبتعملي عمليات حقن في عينيك؟ بعمل عمليات حقن ينا في عينيك. كورتيزون ولا الماده الثانيه؟ وعدتها تاني. ما اوكي مش عارفه ولا انا بعمل عمليه حقن وبعدين عدتها تاني عشان قالوا في ماده يعني احسن فانا عدتها تاني. الغاليه دي يعني حضرتك. حضرتك استاذه مي انا خلاص. لا ماشي. انا دلوقتي عندي عملت صوره دم كامله فبيقول لي القولون عندي تعبان القولون والبنكرياس وعندي دهون على الكبد. يعني عندك دهون على الكبد ومشكله في القولون والبنكرياس. النتيجه طلعت فدي يعني فيها حاجه تقلق؟ طلعت ايه؟ بتقول لك يعني في دهون على الكبد وفي مشكله في القولون والبنكرياس، دي حاجه تقلق؟ دي نتيجه ايه اللي قال لك ان في البنكرياس حاجه يعني؟ الو؟ الخطا قطع. الو طب معلش معلش اتصلي تاني بقى. هو بص يا بيه بالنسبه ناخد في اتصال تاني. طب نخلص خلاص بقى. ماشي. حاولي تكلمي تاني يا مدام مي. ناخد الاستاذه فاطمه. السلام عليكم استاذه فاطمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحتي عاوز اسال الدكتور سؤال. اتفضلي الدكتور معاكي. يا دكتور انا كان وزني 49 وحصل لي تاخر حمل كشفت قال لي عندك تكيسات لازم تمشي على نظام غذائي. خسيت وصلت لحد 42. هو انت طولك قد ايه يا فندم؟ طولك قد ايه؟ طولي 160 حوالي. وخساسك الراجل لحد بقيت 42؟ ودلوقتي يعني حصل حمل. الحمد لله. الدكتوره قالت لي كيس الجنين يعني كبير عن حجمه الطبيعي. قالت لي اعملي سكر تراكمي عملته طلع 5.6. دلوقتي وقالت لي تحاولي تخففي اي يعني اي سكر خففيه في الاكل او في المشروبات. دلوقتي انا عاوزه يعني اجراء وقائي عشان ما يجينيش سكر الحمل. طيب حاضر يا فندم. الف سلامه عليكي. طيب شكرا شكرا متشكرين جدا. طيب يعني هو بالنسبه للوزن وزنها قليل قوي. انا طبعا مش يعني الحمد لله رب العالمين ان حصل حمل وده فضل من الله ونعمه والحمل بيحصل لوحده عادة عشان تبقى فاهم يعني هو فضل من ربنا. حتى الناس اللي عندها تكيسات في الابيض ما ينزعجوش قوي ان شاء الله لان في نسبة كبيرة ملهاش قاعدة يعني ملهاش قاعدة يعني ممكن يبقى في حاجات انت احساسك من جوه كطبيب انها مش هيحصل حمل ويحصل حمل فبالتالي الواحد لازم يتريث شوية ما بيجي يدي قرار مع تكيس المبيضين. اللي حصل اللي هو انقاص الوزن سواء كان صح او غلط فخلينا خلاص حصل واخد بال حضرتك وحصل حمل الحمد لله. بالنسبه لحجم الجنين هنا مش لازم يكون السكر السبب بس انا بحترم الزميله اللي هي بتقول ان السكر لازم ناخد بالنا منه. هي عملت التراكمي طلع طبيعي يعني 6.2 6.3 6.5 حتى طبيعي. هل هناك 5.6 يبقى طبيعي 100%؟ الله يفتح عليك. فهو هنا هل بقى هي بتتكلم. انا سعيدني جدا كهذه جميع التليفونات اللي جايه ذكيه وواضح ان الحلقه دي الحمد لله الناس بدانا نفهم بدانا الناس نفهم. ما بتشبعش منك الله يخليك. لا يعني ما بداش يقول لك سكر عالي يقول لك طب ليه بقى مع ان السكر طلع طبيعي. فهي المرحله دي بنتكلم فيها. هو لازم يا استاذه لو في امكانيات بنعمل فحوصات بس مكلفه شويه بتبين احنا حضرتك علاقه الجسم بعمليه السكر وحجم الجنين. مفيش امكانيات
انت حضرتك هتخليكي ماشيه زي ما انت كده، والدكتوره تتابع معاكي كويس قوي عشان حجم الجنين ما يبقاش كبير. يعني عايزه متابعه. بس عايزه لو احنا امكانيات نقدر نعمل فحوصات غاليه هنعمل. لو في امكانيات يا ريت. رجعت لنا مدام مي تاني. عشان ما كناش على سمعنا كويس. مدام مي. الو؟ سمعنا؟ اتفضلي. الو؟ ايوه سامعك. الدكتور سامعك. انا رجعت لحضرتك تاني. اتفضلي. ايوه. لو سمحت انا عايزه اسال بس الدكتور، عندي تنميل في رجلي، عندي تنميل في رجلي والسكر واجعني عامل لي مشاكل جامده. وده خطر كده على عينيا، كل شويه بعمل عمليات واحد في عينيا الاثنين. ألف سلامة. طيب سيادتك عينيك الدكاترة قالوا إن في ارتشاحات وحاجات في الشبكية. بتقول إيه؟ حاضر يا فندم، حاضر. تنميل في القدمين. بص يا فندم. في القدمين. إحنا عندنا قلنا السكر بيؤثر على جميع الأوعية، أحجام الأوعية الدموية اللي موجودة في الجسم. مفيش مرض في الدنيا بيؤثر على جميع انواع الاوعيه الدمويه في الجسم غير السكر. السكر الوحيد. يعني اصلا من اول الاورطه، الاورطه ده يا فندم عباره عن بوصه ونص كده، ماسوره بوصه، من بوصه لبوصه ونص. لحد الشعيره الدمويه اللي تيجي في راس سيادتك. مرورا بقى، ما هو مش من بوصه ونص هيبقى شعيره دمويه، في بعدين تبقى بوصه الا ربع، وبعدين نص بوصه، وبعدين ربع بوصه، وبعدين تمن بوصه، وبعدين سبع بوصه، وبعدين عشر بوصه، وبعدين واحد على 100 من بوصه، لحد ما تيجي. ده كله بيتاثر السكر. ما فيش مرض في الدنيا بيأثر كده. يعني في امراض مناعيه تؤثر على الاوعيه الدمويه، يقول لك ياخد الحجم الكبير زي تصلب الشرايين. في مرض تاني يقول لك ياخد المتوسط الحجم اللي هو نص بوصه. في مرض تالت يقول لك الصغير قوي. وفي مرض رابع يقول لك ما قبل الشعيرات الدمويه. لكن السكر بياخد ده كله. طب ايه مردوده على الاستاذه؟ ان هي عندها النوعين للاسف. وده باين من ان مؤثر على العين وعلى الاوعيه الدمويه بتاعه الاعصاب الطرفيه اللي هو جاي في صوره تنميل وخذلان. عاده هي برضو يا مدام مي تهتم شويه بوظائف الكليتين مش العاديه، الوظائف الديناميكيه للكليتين. وفي حاجات دلوقتي بتتعمل كويسه قوي، واخد بال حضرتك؟ لو قدرت تعملها يبقى كويس. والطبيب يخلي باله من ثلاث حاجات، من عينين سيادتك وحضرتك بتحقينا هو ربنا يشفيكي، امين يا رب، ومن الكليتين والاعصاب الطرفيه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي برضه. الثلاثه عاده بيتغذوا يا استاذ حسام من الاوعيه الدمويه صغيره الحجم، واخد بال حضرتك؟ اللي هي 2 3 مللي، يعني ده كده احنا بنتكلم فيما اقل كمان. لكن الكبير مش معنى ذلك انه بيبقى شائع، ولكن اتاخد هنا اكتر، اثر على العين وعلى الاعصاب الطرفيه، وانا لازم اخلي بالي من الكليه، من وظائف الكليتين. هو كان لها سؤال تاني اعتقد، بتقول انا خايفه من القدم السكري. هي لا، هي خايفه، قالت اتكلمت على القدم السكري، وبعد كده قالت ان هي خايفه ان ياثر على عينها اكتر. يعني هي بتقول البنكرياس ومش البنكرياس والقولون. والقولون، القولون ده سيبك منه خالص، يعني ولا حد يهتم بيه. عارف هو جار مزعج ودمه تقيل، ولكن لن يسبب خساره بامر الله ان شاء الله. في انا بتكلم في الايه، في الشائع اللي هو القولون العصبي، القولون مش عارف ايه ده، لن جار ثقيل الظل وغتت ومزعج، ولكنه لن يؤدي الى خسائر. بينما البنكرياس، انا ما يهمنيش من البنكرياس شكله، انا مش رايح اتجوزه، انا بيهمني وظائفه. يعني كانت عندي مريضه مرضو قريب، فبتقول لي البنكرياس عامل مش عارف ايه الموضه اللي طالعه، يقول لك نعمل اشعه البنكرياس، ملوش علاقه خالص. انا عايز تعمل اشعه البنكرياس. هو انت سيادتك لما بالصبح بتروح العربيه بتركبها، سيادتك بتبص على لمبه البنزين ولمبه الزيت ولمبه الهواء ولمبه الميه، ولا بتفتح الكبوت وبتتفرج على الموتور؟ بتتفرج على الموتور؟ لا، انا عايز قياسات. بنشوف القياسات الميكانيكيه. ايوه، هو يا فندم البنكرياس له قياسات. تمام، البنكرياس بالذات له قياسات. هو المشكله يا دكتور ما بنشبعش من المعلومات، فانا اصلنا دقيقه ونقفل. طيب الحقيقه القدم السكري، فاحنا بس عاوزين نقول حضرتك ان شاء الله ان القدم السكري هنا احنا بنحاول نشخصها مبكرا، واول تشخيصها هو التشخيص المبكر للسكر نفسه. تمام، ثم ما ننتظرش المريض يشتكي من حاجه، لان دلوقتي بقى ليها فحوصات خاصه بيها، وليها تحاليل خاصه بيها، وليها اجهزه خاصه بيها،
بنستوضح ما قد يطرق بعد عدة سنوات حتى لا ندخل في تقرحات في القدمين أو ندخل في أي حاجة تانية. اسمح لي بإنهاء الحلقة. اتفضل يا فندم. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة في برنامج كونسولتو تيلي ميديسن، وبنشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ ودكتور السكر والغدد الصماء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كونسولتو كشف ومستعجل، وما فيش عندنا شيء متأجل. كونسولتو العلم تقدم، خليك بس معانا يا فندم. كونسولتو كشف ومستعجل، ما فيش عندنا شيء.